رحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل عام وانتم بألف ألف خير. رح نضل نقول كل عام وانتم بألف خير لغاية ما يجي العيد ان شاء الله. ايام فضيلة، ايام كلها فرحة وبهجة تعم كل بيوت وكل بيوت متابعيني. اليوم رح اعمل كعك الاساور الفلسطيني اللي ريحته بتشهي، اللي عملنا كلفة الكعك المرة اللي فاتت ورفعناها له. بس طبعا قبل ما نبدأ الفيديو تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك. راح نحتاج لكوبايتين سميد ناعم، انا راح اعمله سميد مع طحين، لكن راح احط التلت سميد والتلتين طحين. راح احتاج 300 جرام سميد من الكاسات المعيارية، ممكن يطلعوا تنتين او كاسات الشاي اللي انتو شايفينهم. وزنتهم هان، اذا عندك ميزان حطي على الميزان. وكوباية سمنة وكوباية زيت نباتي. وكلفة الكعك اللي عملتها المرة اللي فاتت هيها حبوب. هنا للعجن راح احتاج كوباية مية مغلية مع معلقتين ينسون، علشان حاجنه في مية اليانسون بس بتكون دافية. هذه الكلفة اللي انا رفعتها المرة اللي فاتت وعملتها قدامكم كانت تتكون من شومر معلقتين، ينسون معلقتين، ومحلب معلقة واحدة، وخميرة معلقة واحدة صغيرة، بيكنج بودر، سمسم ابيض، سمسم محمص، معلقتين حليب، معلقتين سكر، حبة بركة. بس عشان للعيد انا مش هحط حبة البركة. راح احط على اول حاجة، راح احمص اليانسون والشومر والمحلب، وبعدين اطحنهم في هذه الخلطة اللي انتو شايفينها، انا طحنتها المرة اللي فاتت. الحليب هي موجود، راح احط وقت العجين، والسكر راح احط وقت العجين، وبيكنج بودر معلقة واحدة. هلا السمنة مخلوطة بين سمنة حيواني وسمنة نباتي، راح اوزنها هتطلع 400 جرام. انا حكملها هلا ال 400 بالضبط، علشان 398 حكملها على ال 400 جرام هيك، علشان ادفيها. هلقيت اسيحها، احطها في كسرولة واسيحها على النار. بعد ما اسيحها على النار، احنا ما بقدحش السمنة علشان مضرة تنقدح، بنصحش ان نقدحها. بعد ما تسخن راح اديرها على السميد. حتحسوا انه هنا الادامة كتير لانه كمية السميد قليلة، بس هذه العملية حتخلي السميد يشرب الادامة اللي احنا حطيناه بساعتين بثلاث ساعات، وبتبدي بنفس اليوم تعملي. بكون انا غالية كوباية مية او كوباية ونص مية مع معلقتين ينسون، علشان لما اجي اعجن يبقى دافي لانه حاجنه في المية والمية اليانسون. حغطيه وحسيبه بعد هيك ساعتين ثلاثة. ارجع للطحين، بكون معايرة 700 جرام، 700 جرام تقريبا خمس كوبايات طلعوا او اقل، يمكن اربع كوبايات وشوية حسب كوبايتك. شوفوا كيف السميد هان شرب الادام. هلأ حدير الطحين. انا درت الطحين وبديت اعمل في اطراف اصابعي. ممكن تديري الطحين وتديري كل المقادير، الكلفة، الحليب، البيكنج، الخميرة، بس انا هانا بديت انه بديت حطيت الطحين علشان بدي ابسه في اصابعي واخلي الادام يتغلغل مع الطحين. بس عادي لو انت حطيت المقادير الجافه كلها مع سوا، مع السمسم، مع كل اشي. حركتهم، بعدين ايش صرت باطراف اصابعي اعجن فيهم بنظام البس. راح احط هلقيت باقي المقادير كلهم، اللي هم السمسم، الحليب، السكر، كله راح احطه، البيكنج باودر، الخميرة. انا هان عجنت في ايدي لانه اسهل لإلي في العمل، راح اتغلب ومش هعرف ملمس العجينة اذا كنت لابسة الكوانتي، ويبقى الكل واضح قدامكم. مقادير مية اليانسون بالتدريج شوية شوية، شايفين كيف؟ مش كلها بالتدريج، بتبل في ايدي وبعجن من برا لجوا وبالاصابع بالاطراف الاصابع. انا علشان هيك بستملك في ايدي. هاي شايفين كم مرة رشيت، هو كوباية رح ياخد معاك. واذا حس بنضل نحس ناخد كبشة هيك ونحس في العجينة، اذا لينة نبدأ نحشي، اذا مش لينة معايا بتكون ناقصها شوية من الادام اذا كانت بتشق. هختبرها.
شايفين بضل اختبر شوية شوية، شايفين شققت هحط شوية من الإيدام وشوية من المية. لما احسها انها صارت لينة اعجن، كل ما درت بصير اعجن من برا لجوه بطريق الردم. هلقيتها صارت معايا لينة تمام، حبدأ ايش احشيها. راح اجهز العجوة، هحط معلقة سمنة ورشة قرفة، تقريبا معلقة صغيرة قرفة وسمسم وكلفة كعك. هعجنها واعملها اصابع رفيعة وإيش اصابع عريضة. هحشي بطريقتين، طريقة حفرد على الطاولة او على صينية، وطريقة راح افرد في ايدي، اكببها وافرد في ايدي. عجينة وانا بشتغل روعة روعة عن جد، اجواء العيد هيك في البيت بتحسيها. هي الحشوة بالطريقة الاولى، حفرد قطعة على الطاولة او على اللوحة واخد قطعة من الرفيعة من الحشوة واقفل ابرمها برم، وبعدين ألصق الطرفين في بعض. انا ما حطيتش هان حبة البركة لانه للعيد حلو يبقى لونه لون يعني الكعك. وهي بالطريقة التانية اللي هي القطعة العريضة. وراح اخذه على فرن درجة حرارة 200، راح يتحمر من القاع من اسفل وبعدين يتحمر الوجه بعكس المعمول. المعمول بحمرهش، هذا لا حلو يتحمر. راح يشقق وقت الخبيز شوية بعدين بلم لما يبرد. هيك بكون جاهز المعمول. ان شاء الله بتكون الطريقة عجبتكم. اذا عجبتكم طريقة تنسوش تدوسوا لايك وتفعلوا جرس الاشتراك. كل عام وانتم بالف الف خير ويعطيكم العافية.